سأخذ جزءا من فخرك السينزية بجدة. أعدك بالقضاء على ذلك الخبيث الخائن. صحيح أنني عشت ونشأت على كوكب الأرض، ولكنني من السينز وسأنتقم لهم جميعا. سأقضي عليك الآن بيدي هذه. ما هذه القوة الكبيرة التي يحملها جوجو؟ ترى متى حصل على هذه القوة؟ هيا ابتعدا عن هذا المكان هنا. مؤلمة. الخيانة تجري في عروقك. تلقى هذه. مر وقت طويل على استعمال هذه الضربة، لكن استعمالها يشعرني بالقوة والطاقة. حان الوقت لاستعمال ضربة الموت. ما هذا الشيء؟ إنها هنا؟ هذا سيزيد المعركة حماسة. ستدفع ثمن تجرؤك غاليا. سأريك الآن معنى التحدي. يا إلهي، ما كل هذا الشيء؟ أوقعت بك سحقا. شكرا جزيلا لك. على الرغم من هذه القوة لا يزال يتسلى حتى الآن. ها؟ ها؟
يا له من خبيث شرير، إذا رفع قوته أكثر فقد يدمر هذا الكوكب. أرجوك أخبرني، ما الذي حل بأبي؟ لا داعي للقلق على أبيك، فوالدك يتسلى أيضا. انظر هناك. أبي! حذرك يا فريزر، إياك أن تنشر الدمار في هذا الكوكب. إذن هيا بنا ننهي هذه المهزلة ولنبدأ بالقتال الحقيقي في الحال. أنتظرك. أنت تقدم إلي خدمة جيدة. لنبدأ القتال. سأقاتلك ولن أستخدم يدي، هذا جيد؟ بلا يديك لا شك في أنك تهذي. وهذه من اليمين. يسار، يمين، يسار. إن استطعت فلا تقصر، ولكن اسمع مني نصيحتي. وما هي نصيحتك؟ أنت مغرور جدا بقوتك ولذلك تكثر الهفوات. وفر نصائحك. أنا لم أبذل مع أحد مثل هذا الجهد منذ وقت طويل جدا. هل يستطيع أبي أن يفوز؟ أنا لست على ثقة بذلك. القوة الكبيرة التي يستعملها جوجو تفوق مستوى فهمنا. كان في انتظارك مستقبل باهر لو عملت تحت إمرتي. يا لها من سرعة، لم أستطع رؤية أي شيء. هل اقتنعت؟ حتى هذه اللحظة أنا لم أظهر إلا جزءا ضئيلا من قوة القصوى أيها السايانزي. إن طاقة فريزر الآن تفوق كثيرا قوة جوجو المضاعفة 10 مرات. فريزر لا يستعمل سوى نصف طاقته الحقيقية. ما هذه الورطة؟ لهذا السبب كنت أقول لكم دائما إياكم والاقتراب من فريزر مهما كانت الأسباب. ولا شك أن جوجو سيهزم. ترى ما الطريقة المسلية للقضاء عليك والتي ستؤلمك أكثر؟ هل أكسر يديك أو أقطع أذنيك أو أفصل رأسك عن جسدك هذا يا جوجو؟ Oh, my God.
لم يحن موتك فأنا لم أبدأ في إظهار قوتي. تشيتشي تشيتشي أبي. فلا أحد من السيانز يملك هذه القوة. هذه أول مرة تؤذى يدي. تألمت؟ لك من ضعيف. ماذا أفعل الآن؟ كفاك ثرثرة، أنت أسطورة شعب السيانز وكلنا نعتمد عليك. كيف تكلمني وقد مت يا بيتشيتا؟ أنا لم أمت يا كاكاروت، خيبت ظني فيك. أنت الآن تهزم أمامه ولا تشعر بالخزي لأنك لم تقتص لشعبك وعائلتك. استجمع قواك، رد ملك والدك، هذا ملكي وملكك. أنت بطل الأسطورة الذي وضعنا ثقتنا بك. استجمع كل قواك واقضي عليه بيدك ولا تتردد. سأقدم إليك هدية صغيرة قبل أن أقضي عليك، أتدري ما هي؟ قبرك. سأريك أيها الوضيع. كانت هجمتك هذه خطيرة قليلا، يبدو أن رغبتك في القتال قد عادت. مهما حاولت أنت ضعيف ولن تصمد أمامي. ها؟ كرة الطاقة. ماذا؟ إنها ضربة تستهلك الكثير من الطاقة، وهي تشمل طاقتنا وطاقة جميع المخلوقات الحية على هذا الكوكب. هكذا إذن. فهمت. لم أرد استعمال هذه الضربة لأنها قد تدمر هذا المكان، ولكن عدم القضاء على فريزر سيؤدي إلى دمار العالم، لذلك ليس لدي إلا هذا الحل ويجب أن أنجح. ما الذي سيفعله؟ لماذا لا يحرك ساكنا ولا يشن أي هجوم؟ أسرع، يجب أن تسرع أكثر قبل أن ينتبه فريزر. We'll be right back.
يبدو أن فريزر لم ينتبه على هذا الأمر بعد، لكن لماذا لا يهاجمه جوجو بهذه الكرة؟ يجب أن يجمع مزيدا من الطاقة حتى يقضي على فريزر. هذه الطاقة لا تكفي للقضاء عليه. هيا بسرعة يا أبي، عليك أن تجمع الطاقة. أسوأ شيئا في هذه الطريقة هو أن جمع الطاقة يتطلب وقتا، لكن علي الصمود أكثر للحصول على كرة الطاقة. أتهزأ بي أيها الضعيف؟ القليل فقط. ما الذي تنوي فعله يا جوجو؟ أصمد يا جوجو. أصمد يا أبي. حان الوقت لأضع نهايتك ونهاية هذا الكوكب. ما هذه؟ ترى ما هذه الكرة؟ يا له من ماكر. يبدو أن الخطة انكشفت. جوهان، هوشي، لا تتركا هذا المكان ولا تلحقا بي مهما حدث لي، هل فهمتما؟ فقط أسرع، هيا قم وحاول إنهاء جمع كرة الطاقة يا جوجو. سأفعل ذلك. لن أدع ذلك الناميكي المزعج على قيد الحياة حتى لا يفسد الأمور ثانية. لا فائدة. سأقضي عليك أولا وبعدها أتفرغ لجوجو. لن أسامحكما، سألقنكما درسا لن تنسياه أبدا أيها الصغيران. جوجو اضرب. مصدق. لن يقف في وجهي شيء كهذا. لقد فعلها وانتصر على فريزر الشرير. رائع أنت يا جوجو. أنت لقد رائع فعلها يا جوجو. أجل، لقد انتصر جوجو. أجل، أنا بخير يا جوهان. هات يدا. بيكولا. Oh!
إنه جوجو. أجل أبي. أرن يا صديقي. وأخيرا يمكننا أن نعود إلى الأرض بعد هذا العناء. كنت أظن أننا لن نعود إليها أبدا. هيا بنا، نستطيع الآن العودة باستعمال المركبة الفضائية التي أتيت بها. ما الأمر يا هوشي؟ إنه فريزر. بيكولا. مستحيل، لا يمكن. والآن جاء دورك يا جوهان. جوهان، خذ السيدة ميكولا وعد إلى كوكب الأرض بسرعة، فهو لا يزال على قيد الحياة. هيا أسرع وارحل من هنا، فلدي حسابات أصفيها قبل عودتي إلى الأرض. ما هذا؟ هيا أسرع يا جوهان، هيا خذ بيكولا وغادر هذا المكان بسرعة قبل أن يتحول كله إلى رماد. هذا مستحيل، لا أصدق هذا. سأنتقم لهم جميعا والآن. حتى لو كنت ذلك البطل المزعوم فلن تتمكن من هزيمتي أبدا. أنا من سينهيك. ماذا؟ من تكون؟ أنت تعلم جيدا من أكون. أنا واحد من شعب السيانز وقد أتيت كي أقضي عليك. أنا جوجو يا فريزر،
أسطورة السيان. أيا كان هذا المتعجرف ومهما بلغت قوته فلن يستطيع أن يهزم فريزر الذي قضى على شعب السيانس. ليس هناك بطل غيري ولن يستطيع أحد أن يهزمني حتى لو كان بطل الأسطورة المزعوم. في هذا الفضاء سأقضي عليك. سحقاً، لقد بالغت في كتم الطاقة. لا تتذمر، فأنت كتمت الطاقة لأنك تخشى من دمار هذا الكوكب. أنا لم أستعمل بعد إلا 70% من قوتي الكاملة، لكن من هذه اللحظة سأستعمل طاقتي 100%. سأقضي عليه بطاقتي الكاملة خلال دقيقة واحدة، لا بل في 30 ثانية فقط. لا أريد الهجوم عليه، فقد لا تتكرر هذه الفرصة مرة أخرى، ولن أضيع فرصة رؤية الطاقة الكاملة لدى من يدعي أنه الأقوى في هذه المجرة. 100%، 80%، 81%، 82%. سأقضي عليه. أجل، سأقتص لهوشي الذي قضى عليه وهو يبذل جهده في سبيل جمع كرات دراغون بول، ولن أتراجع يا معلم. ما الذي يحدث يا معلم؟ لم يعد جوجو الشخص الذي عرفناه من قبل، بل أصبح بطل الأسطورة المذهل. تأخرت عنك، لكن قوتي كبيرة وتحتاج إلى وقت. ما رأيك؟ تت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 ت
قوتك الكاملة هذه مخيبة للأمل. إذا لم نخرج من هذا الكوكب الخطير بسرعة فلن نتمكن من العودة إلى كوكب الأرض ثانية. أنا أعلم، أعلم كل شيء. حقا تعلم كل شيء؟ ولما لم تعلم المخاطر التي واجهتها وتأتي لتنقذني منها؟ كنت مشغولا يا بالما. اقتربت نهايتك أيها المغرور. لم يبقى لانفجار هذا الكوكب إلا قليل من الوقت. ألست قلقا من اقتراب موتك أيها الأسطورة الخرافية؟ ترى ما الذي يفعله جوهان؟ لما لم يغادر بعد؟ تموت يا فريزر. ترى ماذا ستكون نهاية هذه القوة الهائلة؟ أيها الزعيم كامي، أيها الزعيم كامي، أنا مستعد. لقد جهزت كرات دراغون بول. قل لي ما أمنيتك أيها السيد، أخبرني بها لأحققها لك في الحال. أريد منك أن تزيد طاقة كل من أصيب على يد فريزر. هل يمكنك تحقيق الأمنية؟ لا أعلم، ولكنني سأجرب. ماذا حدث يا معلم؟ هل أنت بخير؟ طاقتهما هائلة جدا. تأخر التنين وقد ينفجر الكوكب في أي لحظة. شفيت جراحنا وارتفعت طاقتنا. الأوضاع غريبة على الكوكب، الصخور تنهار. تحققت الأمنية، ارتفعت الآن طاقة كل من ظن فريزر أنه قضى عليهم. يا سيد بوبو، من الأفضل لي أن أخرج من هذا الكوكب قبل الانفجار. شيء لا يصدق. قل لي يا جوهان، ما هي طريقة الموت التي ترغب بها؟ سأقضي عليك وأضعك بجانب والدك في الحفرة نفسها. ستندم. لقد كان هذا العرض ممتعا جدا، بل أكثر من ممتع أيها الفأر الصغير. ماذا؟ أبي
لم أقل لك أن تهرب يا جوهان. أجل، ولكن هيا. أنت تحلم، سأقضي عليك يا فريزر. استبدلا هذه الأمنية، أعيدا الجميع إلى كوكب الأرض عدا أنا وفريزر. اقض عليه وعد إلينا سالما يا جوجو. إذا هذا هو تنين كرات دراغون بول. إنه تنين كرات دراغون بول. هذه فرصتي. فريزر، كاكاروت. أيها التنين، انقل الجميع إلى الأرض، عدا جوجو وفريزر. أريد منك أن تنفذ طلبي أيها التنين. هيا اجعل طاقتي طاقة متجددة. سأبقي هذين الاثنين هنا وأنقل جميع من بقي على هذا الكوكب إلى كوكب الأرض. فريزر! بجد؟ صرت البطل الأسطوري المذهل حقا يا كاكاروت. كيف يا بيجيتا؟ كيف أنت هنا؟ لأبيدك. إذا تريد أن تتحداني، حسنا، سأجعل نهايتك في قاع هذا البركان. إنها الجولة الأخيرة لهذا النزال الفظيع بين جوجو وفريزر. ما رأيك في هذا؟ ألا تزال تظن أنك أسطورة السيانز؟ وأنني سأهزم أمامك أيها السيانزي؟ سوري! قوتك. يكفيك. ما الذي تقوله؟ تزعزعت ثقتك وكبرياؤك بعد أن علمت أنني أقوى منك وأستطيع هزيمتك. سأدعك الآن. أعطيتك الفرصة الأخيرة وأنت أضعتها. دعوني، ألاعيبك كلها مكشوفة لي، ولن تقضي علي مهما مكرت أيها السيانزي الغدار. هيا.
لن أدعه يتغلب علي، ويجب ألا يخرج حيا. أرني كيف ستنجو الآن. لقد جنى على نفسه. هذه هي اللحظة المناسبة. عدت إلى الحركات نفسها يا مسكين. أنت لم تعد ندا لي. إنها خلفك يا فريزر. كيف حدث هذا لي؟ أخيرا حسمت المعركة. صحيح أنني لا أحب العذاب لأحد، ولكن هذه هي نتيجة أفعالك الشريرة يا فريزر. سأعود الآن إلى كوكب الأرض وأتابع حياتي، أما أنت فستبقى هنا لتلقى نهايتك مع نهاية هذا الكوكب الذي دمرته بنفسك. ساعدني أرجوك. جوجو هيا أسرع وغادر قبل أن ينفجر الكوكب. ماذا أفعل؟ لم أكن أتوقع منك أن تشاركني في قوتك لأبقى حيا بعد أن تمكنت مني. هيا غادر هذا الكوكب بسرعة قبل أن ينفجر. يا للسخرية، تفوز أنت وتلقى حتفك وأخسر أنا وأنجو. أليس هذا مدعاة للسخرية؟ أنا الزعيم ولن أدعك تنافسني، لذا يجب أن تموت هنا أيها المتعجرف. فلتموت أيها المتعجرف. أيها الغدار. إلا